قولي لي اذا كان في حاجه انت عارفاها ومخبياها. زنوبه طول عمرها سرها معاكي. جرى ايه يا فوزيه؟ مش مصدقاني ولا ايه؟ طب بس يا زنوبه لما نشوفك. طب في حد من اللي كانت بتروح له نساله عنده؟ خياطه ولا دلاله ولا اي حاجه؟ فكرتيني، ده يوم ما جت وفاتت عليا وكانت عايزه تسيب لي العيال، كنت اني قاعده مطرح ما اني قاعده هنا كده، ولمحتها على قمه الحاره قابلت حرم الدين. مين دولي؟ تعرفيهم؟ هما اتنين اخوات، واحده اسمها ريا والتانيه اسمها سكينه، كنا قابلناهم مره في الزنقه. وزنوبه تعرفهم منين دولي؟ وانيش عرفني يا اختي، ده هي كزنوبه كانت تعدي عليا وتقول لي ما تيجي نروح نفوتوا على ريا وسكينه. يا اختي دول مخوياهم ولا ايه يا شو؟ يعني يا اختي اللي نعرفه انها كانت بتروح لهم. طب ما تيجي نروح نساله عنده. هما ساكنين فين دولي؟ اني مره كنت رحت سالت عليها هناك، هي كانت مره كانت مدياني العنوان. هما ساكنين في حاره النجم في بيت الصابونجيه ورا كراكون اللبيه. وايه اللي كان بيوديه عند الاثنين دول؟ ايه مالهم يا حسن؟ دول لا مؤاخذه فاتحين بيوت بطال، عاملينها غرز وخمارات. يا ندمتي. متأكدة من الكلام ده يا فوزية؟ شو هي اللي قالت؟ قالوا ما نعرفش لا ريا ولا سكينة. وإيه اللي هيوديها بيوت زي دي؟ حد منكم شاف عليها حاجة؟ ما يمكن بيبيعوا هدوم ولا واحدة منهم بتشتغل خياطة. ما تروح هناك يا حسن وتعس وتتطقص. لا عفوني، عايزين نروح نسأل في بيت زي ده؟ نقولوا إيه؟ مراتي كانت بتيجي عندكم؟ طب نروحوا الكراكون نبلغوا يا حسن. نروحوا الكراكون معلش، لكن البيوت اللي زي دي ما نقدرش. ده لو حد شافني من الزباين جرستي هتبقى بجلاجل ومحدش هيرضى يركب معايا. انت يا راجل يا نص عايز ايه يا وليا؟ ايه يولولوا عليك من بدري؟ مخبرين جداد دول ولا ايه؟ دول عاوزين يحششوا، قلت ننصحوهم ان الخمر اجدع من الحشيش. انت هتحكي لي قصه ابو زيد ولا ايه؟ كانوا بيسالوا على غرزه سكينه ولا عايزين يحششوا والسلام؟ كانوا بيسالوا على ريا وسكينه، ده هي تاخدهم هما الاثنين. ما تعرفيش واحده اسمها زنوبه يا معلمه؟ زنوبه؟ اني نعرف يجي 20 زنوبة. قصدك انه زنوبة فيه؟ اديني امارة. كانت بتيجي هنا عندكم. اني ما بندخلوش نسوان عندي هنا في المطرح، دي عادة رجالة. حد الله ما بيني وبين الخبص، اني ما فيش راجل خباص بيخش عندنا هنا اهو. وزي ما انت شايف كده اللي بيجي يا اخويا يشد له جوزة ياخد له كاسين يقعد بادب ويمشي بادب. امال مؤاخذة الستات اللي قلت عليهم انهم اصحابك بتقابلهم فين؟ عندي فوق في مطرحي. عن اذنكم استبعد عنكم جوزي بعافيه شويه ولازم نشقروا عليه. الف سلام. لا مؤاخذه انتوا كنتوا بتسالوا على مين هنا؟ عن واحده نعرفوها اسمها زنوبه. قالوا انها كانت بتيجي هنا مع واحده قريبتها اسمها شوق. ايوه عارفها، حجازيه، بس دي بقالها ياما ما بتجيش هنا. من قد ايه يعني يا ابو حنفي؟ قادلها يجي تلات جمعة. كانت بتيجي الأوضة دي؟ ايوه الأوضة دي ياما ورد عليها ناس من كل لون يا بطيستة. وكانت بتعمل ايه هنا؟ كانت بتيجي مع قريبتها هي وجوز رجالة. ما تعرفش اساميهم ايه؟ ساكنين فين؟ لا مؤاخذة انا بيورد عليا كل يوم زباين، ولي بقى ما بنفتكروش الزبون الا وهو قاعد قدامي زيكم كده، وتو ما بيخرج من دماغه. واشمعنى افتكرت زنوبه؟ اصلها لا مؤاخذه هي وقريبتها بس هما اللي كانوا بيدخلوا الاوضه دي من صنف النسوان. اختك يا فوزيه كان ماشيها بطال. يا لهوي يا لهوي، مين اللي قال؟ عرفت ازاي يا سليمان؟ قول لها يا محمد، قول لها صاب الغرزه قال لنا ايه. حسن كان عنده حق ما يجيش معانا، لو كان جه معانا وسمع الكلام اللي قاله الولد بتاع الغرزه كان طب وقع ساكت. طب عرفت عنها حاجه؟ هي راحت فين؟ محدش عارف يا فوزية، تلاقيها هربت مع الجدع اللي كانت بتروح معاه الغرزة. اللي عندها الكلام وهي اللي تقدر تدلنا
بنت خالتك شو؟ أصله هي كمان ماشية على كيفها ومصاحبة واحد مصاحب الجدع اللي ماشي مع أختك. الله يغلبها وينيلها. أتريها عملت لف وتدور معايا وتلوعنا في الكلام. اقعدي معايا يا فوزية وخليها تنور عليكي. وهي هترضى تقولي حاجة؟ دي بنت لئيمة. تلاقي هي اللي سحبت رجل زنوبة، ما هي فاضية بقى، لا وراها جوز ولا عيل بعد جوزها ما مات. اسمعي يا زنوبة، انت لازم تقعدي معاها وتعرفي لها اننا عرفنا المستخبي وان احنا هنجيب رجلها في الموضوع ده وهنبلغ الكراكون وهنقول هي اللي عايشه زنوبه. يبقى احنا مش هنجيب سيره لجوزها الا لما تقول لنا شو على كل اللي حصل. هو ده اخر كلام عندي. طب ريحيني قولي لي يا اختي، مين الراجل اللي طفشت؟ زنوبه ما طفشتش. الله، امال الغطس راحت فين؟ انا عارفه بقى. امال بتقولي ليه ما طفشتش؟ الجدع اللي مصاحباه لو كان اتفش معاه كان قال. اصلي نعرفه كويس. اسمه ايه الجدع؟ اسمه محمود السمان. عمر كنت بتنكر ليه من الاول؟ اصلي في الاول ما كنتش عايزه نتكلم عشان مش عايزه لا جرس ولا فضايح. اني بقى اللي هنجرسوكوا ونفضحوكي يا شو؟ لا ابوس ايدك، ما تفرجيش عليا الناس. طب دلينا على الجدع السماك ده. وبتتهموا مين فيه؟ واحده اسمها ريا واختها سكينه، وواحد تاني اسمه محمود السماك. حلو، دول كلاتهم بقى ايه علاقتهم باختكوا؟ كانت بتروح عند ريا وسكينه ومعاها محمود السماك. بيروحوا يعملوا ايه؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا سعالي. الله، لا جاب الغاله ولا كياله. ده ايه الرساله دي على الصبح؟ خير يا علي؟ عايزك يا صاحبي صبر. خير يا شيخ الحاره؟ مراتك واختها مطلوبين في الجامع. ده ايه السيره اللي مش حلوه دي على الصبح؟ خير يا شيخ الحاره؟ لا مفيش حاجه، بس يظهر الصول محمد المصري عايز ياخد منهم كلمتين. كلمتين تاني؟ لا، هو المؤاخذه مش موضوع نهزله، ده كانت قافه وخلاص. ده يظهر انه موضوع تاني، عشان كده الصول محمد مأكد عليا اني لازم اجيبهم له. احنا عملنا كده عشان خاطر الغلبانه دي، ده كانت هتطق من الغيظ، كنا بنخدمه مروقه يعني. مروقه؟ مروقتي ايه؟ لا ده احنا ابتدينا نترصدوا على بعض. لا يا ست ريا، احنا مش خامه، والكلام ده ما يخلش علينا. شغل زي دي لما تعملوها لوحدكم ممكن كلنا ننكشفوا ولا ها؟ ونتعكوا فيها ومحدش يقدر يقول ماليش دعوة. وبعدين ايش عرفنا بقى انتوا بعتوا الذهب بكام؟ طب احلف لك على سيدي البخاري وسيدي عماد ان مجاني منها اكتر من 3 جنيه. تقتل واحدة عشان 3 جنيه؟ ما هي طلعت زي اللي قبليها، الذهب طلع ايش بقى؟ وكل واحدة لبست غويشة تخنقوها؟ ايه مفيش تمييز؟ ما تقول لنفسك يا عرابي، ما خدتش بالك لان الغوايش فالص والنوبة اللي فاتت قبل ما تكتم نفس الولاية. هو كان مين اللي سحابها وقال عليها العبارة سهلة وقريبة؟ خلاص بقى، احنا اتكلمنا في الولاية دي كتير، خلينا في المصيبة اللي احنا فيه ده. حتى عبعال ما كانش موافق وما كانش عايز يخنقها. يا زنوبة دي مش تبع صاحبك عبعال؟ ايوه كانت ماشية معاه. ما خلاص بقى، اللي فات مات. وإذا كنتوا زعلانين عشان ما خدتوش نصيبكوا، أنا مستعدة ندي كل واحد نصيبه. ده إيه الاستبياع ده؟ ما هو إحنا لو استبيعنا مرة ممكن تتطربق على دماغ الكل. إحنا كنا بنسحبوا النسوان اللي لا عيل ولا تيل ولا أهل يسألوا عليهم. الحرمة دي كان بتيجي المطرح ومعاها 3 انفار، يعني ممكن يسألوا عليها. ممكن ده إيه؟ دول أكيد مش هيسكتوا. ودي الكراكون بعت لكم، يعني هنتجرجروا واحد ورا التاني. وتدفنوها هنا؟ هنا؟ ده ايه الرزالة دي؟ احلف لكم بالبخاري وسيدي عماد انكم اتهطلتوا. انت يا ريا، انت يا اللي مخك يوزن بلد بزيها تعملي كده؟ الحرمة دي لو ريحتها طلعت هنتجرسوا، ومش بعيد يلفونا في ملاية. يقتلوها فوق وينزلوا بيها تحت، والرجل راح جاي على المطرح. لا وايه، عايزين يلهفوا نصيبنا كمان، مع اننا متفقين ان العبارة لو داهية تيجي للكل ولو خير يعم ولا ها؟ كلام ما عادش يودي ولا يجيب. خلاص الولية اندفنت والعبارة حصلت والسهم نفد. ما هي دي شورة مراتك يا الدلعادي، ولا دلوقتي بتسلت ايدك واحنا اللي شارزين؟ ما خلاص بقى،
احنا هنسيبوا المصيبة اللي احنا فيها ونفضلوا نتحركوا؟ انا خايف بس اللي هيبعتوا الواد الزكاك في الكراكون يسألوه عن الولاية دي. ومين اللي قال لكم ترجعوا الولد تاني؟ امال مين اللي هيشوف طلبات زباينكم يا عمر؟ عمر مسكينة ايه؟ هضل كان ناقص يا سي عبد الرازق، انتوا تقعدوا وكل واحد فيكم عامل لي فيها معلم واحنا اللي نخدموا الزباين. الولا الزكاك يعرف اسامي اصحابي كلهم. خلاص نمشوه احسن ما يودينا كلنا في داهيه. هنقفلوها ليه بس يا معلمه؟ ما هي شغاله ما شاء الله وماشيه قلصته. هنعملوا ايه بقى؟ البوليس رايح جاي لا بيدور على حرمه غطسان. حرمه مين دي؟ اني عارفه اهم بيقولوا في واحده سركجايه تقعد عند خالتها في البيت اللي في اخر الحار، صباح الصبح ما لقوهاش. ما يمكن طفشت، ما هم النسوان اليومين دول هم اللي بيطفشوا، امال الرجاله تعمل ايه بقى؟ يوكتاكيه بنايل، هو انت ولا مش ناوي تتجوز؟ مش عايز تخش دنيا؟ انت عايزه تخرجيني منها ليه يا معلمه؟ ما هي شغاله هي وزي الفل. طيب احنا بقى لما نرجعوا نشتغلوا تاني انا هنبقى نشيع لك مع خالتك ام احمد. خد يا ولد. يدوم يا معلمة ما نتحرمش. فين يا علي الحرمتين اللي طلبت منك تستدعيه؟ أنهي حرمتين؟ رايا وسكينة يا علي. دول يا حضرة الصول كل شوية بيغيروا سكنهم. اتعدل معايا في الكلام يا علي. وأنا حنعمله يا حضرة الصول؟ ما هاني قلبت عليهم الدنيا. قلبت عليهم الدنيا ولا قلبت جيوبهم؟ قول لي بقى يا علي بالمفتش كده دفعوا لك كام عشان ما يقفوش قدامي هنا؟ يا حضرة الصول الناس دول مش فاضيين، مش كل ما يحصل حاجة تشدوهم هنا وتاخدوا أقوال. وبعدين هم مالكمش دعوة بأي حاجة، ومش كل حاجة يروح عندهم يبقوا هم ملزمين بيه. انت بتدفع لهم كده ليه؟ دفعوا لك كام؟ على العموم يا علي انا مش هاخد منك غير تمن الدخان.